حول الموضوع تنضم لنا من جدة عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية أخصائية التغذية الدكتورة رويدة إدريس. دكتورة رويدة أهلا بك معنا. هاجس نقص الوزن أو خفض الوزن أصبح مصاحبا للجميع خاصة النساء، كل منا يتبع طريقة، إلا أن الكثيرين يجمعون على عدم النجاح، يعني أين يخفقون بالتحديد؟ هل في التوقيت كما ذكرت الدراسة في توقيت الأكل والوجبات؟ مظبوط، انه الاكل اساسا اول شيء اهلا وسهلا بكم. اهلا. الاكل باوقات غير محدده من اهم اسباب فشل اي حميه، يعني مجرد الواحد يحدد مواعيد اكله بحيث انه يكون 5 وجبات في اليوم متقسمه بين 3 اساسيه و2 وجبات خفيفه او 3، يساعد على انك تنزلي حاسه بالشبع وانه الجسم يحرق بشكل وكفاءه اكبر. لكن الاشتراك للوجبات في وجبة يعني السعرات الحرارية كلها حقتك، فهذا إحدى الأسباب اللي الناس تعتقد تناول وجبة واحدة يساعد على إنقاص الوزن، بينما هو بيسوي العكس بيخلي الواحد وزن يزيد بشكل ملحوظ. نعم. طيب دكتورة، لكن يعني في موضوع دراسة حتى لفتت أنه من يتناول وجبة الإفطار بشكل محدد هم من ينقصون الوزن بشكل أكبر، لكن هناك بعض الأشخاص وجبة الإفطار بالتحديد تفتح شهيتهم أكثر بشكل أكبر، يتناول كمية طعام أكثر خلال اليوم، بالتالي يزداد وزنهم. هو يتهيأ لهم انه بيتناولوا كميات اكبر، ممكن يكون نوعيه الافطار اللي بيتناولوها بتنحرق بسرعه، تكون غنيه بالسكريات، فهذا يسبب انك تجوع اسرع من انك لما يكون وجبه الفطور حقتك فيها بروتين زي البيض زي الفول، هذه تخليك تشعر بالشبع لفتره اطول، فنوعيه الوجبه تلعب دور باشعاع شعورك بالشبع. نعم. طيب دكتورة، في هذه النقطة بالتحديد، يعني الخطوات التي يمكن حتى تحويلها إلى نمط حياة، إلى نمط غذائي صحي يومي بشكل الحفاظ على صحة جيدة ووزن مثالي. أول شيء إننا ناخذ الفطور يكون فيه وجبة بروتين، في كل وجباتنا يكون فيه البروتين، لأنه البروتين بيقعد زي ما قلت لك فترة طويلة على ما ينهضم، فبيشعرنا بالشبع لفترات طويلة، نبعد عن السكريات ونشرب الموية بحالة الإحساس بالجوع علشان نستبرج انه هل فعلا هو شاعر بالجوع ولا مجرد من الطفش او احساس رغبه نتيجه لعصبيه او توتر يحس الواحد انه يبغى ياكل، فيعوض الاكل بالشرب السوائل اللي ما بتكون عاليه بالسكريات او السعرات الحراريه. طيب ماذا بالنسبه للرياضه؟ هل الاكل فقط هو من يتحكم بالوزن ام الرياضه ايضا باختصار 10 ثواني فقط؟ 70% يعتمد على الاكل و30% يعتمد على الرياضه، وافضل انواع الرياضه المشي، لانه ممارسه اي نوع رياضه تكون ثقيله او اوزان حيتركها الواحد بعد فتره فحيتاثر جسمه والعضلات بشكل ملحوظ، فيعني المشي هو افضل انواع الرياضه. شكرا لك على هذه المداخلة معنا الدكتورة رويدة إدريس أخصائية تغذية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من المملكة العربية السعودية تحديدا من جدة.